طبعا احنا عارفين هذول كلهم اغلبهم في شهر 6 تنتهي فترتهم. المفروض الان احنا تقريبا في شهر 5 و5، المفروض اذا في جمعيات عموميه الوزاره راضيه انها تعمل جمعيه عموميه، المفروض تعلن فتح باب الترشيح خلال الفتره، لانك اذا ما فتحت تحتاج شهر عشان تفتح الجمعيه العموميه وهناك الترشيح. طبعا لو انتهى الموسم هينتهي في اخر شهر 5، فعندك شهر 6 هذا لو اعلنوا يعني هتبدا الترشيحات الى شهر 7. شهر 7 الاداره لما هتيجي لو صار في ترشيحات وعينت ادارات جديده تحتاج تحضير للموسم، تحضير استقطاب لعيبه، يحتاج معسكرات، يحتاج مدربين يبغوا يشتغلوا، فالوقت حيكون ضيق وحيداهمهم ابدا الموسم وهم لسه ما حضروا. فانا معتقد اتاخرت كثير عمليه فتح باب الترشيح للادارات. الحقيقه انا اشوف الادارات كلها اعطت، ولكن ارجع دائما تقييم الرؤساء بالاداء، اما ايش عملوا للنادي؟ ما هو بالبطوله، البطوله لها قص معايير اخرى، انا اتكلم اداؤه خلال الموسم. رئيس النادي ليس فقط مسؤوليته يجيب بطوله، ولكن مسؤوليته كيف يرتب النادي، كيف يدير النادي استثماريا، رياضيا، اجتماعيا، فنيا. هذه امور يجب ان تتوفر في رئيس النادي، امور الماليه، أمور الديون، أمور الاستثمار، هذه كلها جميل. مشروع رئيس النادي. ولكن هذا اللي يقيم مين؟ يقيم الجمعية العمومية أو جمعية النادي اللي هي تحدد هل هو أنجز، هل هو ما أنجز، هل يرشح نفسه، هل ما يرشح نفسه، هل هناك تصويت له أنه يستمر أو أنه يكون في منافسين له. لكن احنا بنشوف اغلب الجمعيات الان صارت بالتزكيه وليس بالانتخابات، فاتمنى انه احنا نستغل النظام لخدمه النادي اكثر من خدمه اشخاص. جميل. بفصل سريع.